والزمالك بدأ يفكر بقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ان هو يعمل بعض التغييرات في تشكيل الفريق في المواجهة التانية المودرن فيوتشر في المباراة اللي بتجمع بين الفريقين في مساء اليوم في اياب دور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية. بيدرس المدير الفني لنادي الزمالك الدفع بالثنائي سيف الدين الجزيري كراس حربة صريح ومحمد شحاتة في خط الوسط، عايز يبدأ بالاثنين في التشكيل الأساسي. الاثنين كانوا موجودين في اللقاء اللي فات ولكن كانوا على مقاعد البدلاء وشاركوا في اللقاء. كمان في حرص كبير جدا من جوزيه جوميز ان هو يتكلم مع اللعيبه في اكتر من موقف، وكمان مع محمد شحاته تحديدا هو اشاد باللاعب في اكتر من لقاء وقال ان اللاعب بيظهر بشكل مميز مش بس في اللقاءات اللي نزل فيها دقائق قليله اخرهم لقاء مودرن فيوتشر ولكن كمان في التدريبات من اللعيبه اللي عندهم امكانيات عاليه جدا. كمان طلب من معاوني منح الثنائي فرصه كاملة في مباراة اليوم، خاصة وأن ناصر منسي عائب من الإصابة طبعا الفترة اللي فاتت، كمان رؤى غايب علشان الإصابة. الفريق عنده لقاء قوي عايز يبقى كل الناس جاهزة ولكن الإصابات منع بعض اللاعبين، كمان محمد صبحي حارس المرمى عنده مزق في العضلة الضمة فكمان خارج القائمة فبيحاول يستعد باللعيبة اللي موجودين. لو رحنا لبعض اللاعبين الغائبين عن قائمة الزمالك في لقاء اليوم وهو ترافيز موتيابا. موتيابا الناس كانت بتسأل موتيابا وصل ولا لسه ما وصلش، موتيابا موجود في تدريبات ليه خارج القائمة، موتيابا ما كانش موجود في القاهرة، وصل في القاهرة كان بقاله أكتر من يوم موجود في بلاده علشان تجديد بعض أوراقه الخاصة من ضمنهم جواز السفر. من المقرر أن يخوض اللاعب تدريب اليوم مع مستبعدين من مباراة فيوتشر بإياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية مقرر ليه اليوم. الناس تسأل عليه أن اللاعب ظهر في لقاء كان عنده بعض اللمسات، والجماهير بتتعلق دايما باللعيب اللي عنده بعض اللمسات أو الكواليتي المختلف شوية، فاللعيب ظهر بصورة جيدة عشان كده السؤال عليه كان أكتر من لقاء. نروح لخبر تاني حيث كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك والفريق الأول لكرة القدم عن إصابة محمود علاء مدافع نادي الزمالك بالجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق استعدادا لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمود علاء بيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. محمود علاء ما كانش بيشارك بصفة كاملة في اللقاءات اللي فاتت، ولكن محمود علاء من العناصر المميزة جدا، لما كانش في الملعب أكيد حتى على دكة البدلاء بيكون عنصر مهم، عنده خبرات كبيرة جدا. تنسوش أن الكونفدرالية اللي فاز بيها نادي الزمالك كان محمود علاء من اللعيبة المؤثرين جدا جدا فيها في أكتر من ماتش وأكتر من مكان كان مؤثر، سواء بالتسديد أو تسجيل دركلات جزاء أو تسجيل بالرأسية من أكتر من كرة عرضية أو كورنرات، وكمان في الدفاع ومواقف مهمة جدا. من ينسى ركلة الجزاء اللي سددها في لقاء أو آخر لقاء النهائي في القاهرة لسبب ضربة الجزاء دي وصل الزمالك لركلات ترجيحية، فلعيب أكيد عنده خبرات كبيرة. من محمود علاء نروح لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك اللي استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تمديد عقد اللاعب، يتكلموا مع اللاعب ويجددوا عقوده ويمددوا عقوده ولكن بعد البطولة الكونفدرالية. كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة شايف ضروري جدا يفتح ملف تمديد عقد زيزو مبكر. حد يقول ده لسه بدري، بس لازم يكون الكلام مع زيزو من دلوقتي، أن مجلس الإدارة بيسعى لتوفير أكبر نوع من الاستقرار، عايز يكون في استقرار داخل الفريق. طب الاستقرار بيجي منين؟ من أنك أنت تحافظ على القوام الرئيسي وتحديدا أبرز اللاعبين متألقين. زيزو مش متألق بس مع نادي الزمالك، متألق في منتخب مصر، متألق في كل الدوري المصري. يعني لو اتكلمنا على لعيب ماشي بالتوب ليفل محافظ على مستواه ما شاء الله، طبعا محافظ على مستواه طوال الفترة اللي فاتت كمان آخر 3 سنين، فهنقول كلنا زيزو عقده ينتهي مع الزمالك في نهايه الموسم المقبل، ولكن اداره نادي الزمالك عايزه تمدد عقودها ويتكلموا مع اللاعب في الفتره الحاليه عشان